بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته، مشيدا جلالته أيده الله بهذه المناسبة بعمق أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط التاريخية الوثيقة. التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات